بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في من قلب مركز حواء الطبي ميدان حلمية الزيتون. ببدأ نتعرف على المكان مع بعضنا. هو المكان بقاله سنين طويلة بيخدم المنطقة، وفي أكتر من جزئية طبية داخل المركز. مبدئيا في حضانات مبتسرين، عشان ما بعد الولادة بتبدأ لو في أي مشكلة في البيبي بتبقى تحت ملاحظة في الحضانات. في حوالي 10 حضانات وأكتر جاهزين بأجهزة التنفس الصناعي، وخدمة 24 ساعة مع استشارية الأطفال مع دكتور نبطش 24 ساعة. ده جزئية الأطفال المبتسرين. جزئية استقبال الولادة مع الزميل نبطش الموجود، بيتم استدعاء الاستشاري في أي لحظة هو محتاجها. الولادة طبيعي أو قيصري، تشمل معاها الولادة بدون ألم زي التاب لوك. التاب لوك ده اللي هو التخدير العصب الجرح بحيث ما بقاش فيه ألم خالص، أو بنعلق حاجة اسمها البي سي اي. بي سي اي ده فيه مواد مخدرة بتتعلق في مع العينة، تحرك فيها بشكل سهل جدا بحيث ما بعد الألم ما بعد الولادة بيبقى غالبا مختفي خالص. برضو استقبال الولادة بيدعموا 3 غرف عمليات جاهزين 24 ساعة بأجهزة تنفس صناعي ومونيتورز بحيث على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالة. هنتحرك بحضراتكم لجزء تاني داخل المركز. برضو هنخش بجزئية مهمة قوي من جزئيات مركز حواء الطبي، هو جزء السونار، سونار رباعي الأبعاد. وده من الحاجات المهمة جدا بنعتمد عليها في التشخيص، وبتوفر كتير على العيان، وبتوضح أمورنا في حاجات من العيوب الخلقية والتشوهات الخلقية ومتابعة الحمل وتحديد ميعاد الولادة. ده رباعي الأبعاد بنعتمد عليه في تشخيص كتير من التشوهات، التشوهات الرحمية زي رحم ذو قرنين أو زي حاجز رحمي. ده بيساعدنا كتير في تشخيص بعض الحالات زي الإجهاض المتكرر، وبدل ما بنعمل أشعاعات تانية وبدل ما نعمل رنين وحاجات زي كده، ممكن السونار رباعي الأبعاد بيحل محلهم وبيديني تشخيص جيد في نفس الوقت. برضه العيوب الخلقية في أول 3 شهور ممكن برضه لو في بعض مشاكل كروموزومية بالنسبة للطفل ممكن تتشخص بدري وناخد بيها قرار بدري إذا كنا هنكمل حمل أو ما نكملش حمل في بعض الحالات. برضه مع السونار في الأسبوع 20-22 برضه بنتابع بعض العيوب اللي ممكن تظهر بعد كده، وبتديني برضه صورة واضحة باخد بيها قرار إذا كان في مشكلة بنأكد عليها وبناخد بيها قرار. برضو الفولو اب او المتابعه بالنسبه للحمل مع السونار رباعي الابعاد او السونار 2D في نفس الوقت او الدوبلر، دول كلهم مكملين لبعضهم وبيديني صوره اوضح وقرار اوضح في تشخيص ادق بالنسبه لنا. معانا مجموعه من الزملاء المختصين بالسونار الرباعي، ستاف جامعه وناس محترمين جدا وبثق في نتائجهم، وبرضو بيضيفوا لشغلنا اضاءات جديده وقرارات تبقى قرارات في مكانها. ده السونار بتاعنا، وبرضو هننتقل لمكان تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم دكتور تسبيح فهمي من مركز حواء الطبي قسم التجميل النسائي. عندنا بمركز حواء أجهزة للليزر، ليزر لإزالة الشعر وليزر لإزالة الندبات وآثار الجروح والنمش. بنكمل الجولة بتاعتنا وبنتكلم على جزئية مهمة جدا داخل المركز، اللي هي موضوع معمل الحقن المجهري أو معمل أطفال الأنابيب. ده بيخدم جزئية كبيرة من حالات تأخر الحمل. المعمل مزود بحضانات بحيث ننقل الأجنة في اليوم الثالث أو ننقل الأجنة في اليوم الخامس، متاح كده ومتاح كده. متاح قسم التجميد فيه تجميد السائل المنوي لبعض الحالات، تجميد البويضات للسيدات اللي هي فيها مشكلة في موضوع وجود الزوج أو وجود الزوج أو اليأس، فترة اليأس المبكرة
وممكن مخزون المبيض بيقل معانا، فممكن نعمل تنشيط المبيض ونبدا ان احنا نخزن البويضات من السيده او حتى من الانسه، ممكن كده ممكن كده. برضو وجود حضانات لليوم تستحمل اجنه او تشيل اجنه لحد اليوم الخامس، يبقى متاح ننقل في الثالث، متاح ننقل في الخامس، متاح تجميد السائل المنوي، متاح تجميد الاجنه. بعض الحالات بتبقى عندنا وفر من الاجنه عشان ما نرميش الاجنه، بننقل اثنين او ثلاثه حسب ظروف كل حاله، وباقي الاجنه ممكن تتجمد سنه واثنين وثلاثه. المعمل تحت اشراف دكتوره مريم مسؤوله، ودكتور محمد مسؤول معنا بس هو قدره مش موجود حاليا بس، ونتمنى بنقدم خدمه كويسه بسعر مقبول بالنسبه لحالات تاخر الحمل. في عجاله سريعه كده بنلخص الجزئيات الموجوده بمركز حوا. احنا قلنا ان احنا في جزء النساء التجميلي، في اجهزه هايفو بحيث موضوع شد الترهلات بعد الولاده، وفي اجهزه ليزر لازاله الشعر، وفي اجهزه سونار رباعي الابعاد عشان تشوهات الاجنه ومتابعه الحمل في نفس الوقت، في اجهزه حضانات مبتسرين بحيث بعد الولاده بتخدم علينا لو في اي طفل فيه اي مشكله بقى سهل التعامل معاه، في ثلاث اوض عمليات بيساعدونا ال 24 ساعه في استقبال الولاده سواء طبيعي او قيصري مع العمليات الجراحيه النسائيه. في برضو احنا قلنا حق جزء الحمل المجاني، وده مهم جدا بالنسبه لنا زي ما احنا كده شفناه ان هو يشمل الاطفال الانابيب والحقن المجاري والتلقيح الصناعي بحيث بنخدم باي تاخر حمل عندنا. بنتمنى ان احنا نكون بنادي خدمه جيده في صالح المريض وبسعر مناسب، وربنا يوفق ان شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا دكتور محمد صبحي استشاري جراحة العظام والمفاصل. ازاي حضرتك يا دكتور؟ نورتنا ونورت قناة الصحة والجمال ونورت الاستوديو. كنا عايزين نتكلم النهاردة عن خشونة المفاصل والركبة بصفة عامة. تمام. كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه أعراض وأسباب خشونة المفصل؟ بص حضرتك، الخشونة كلمة عامة، لكن عامة خشونة الركبة بالتحديد ليها معنى طبي، يعني كل الناس المفروض تبقى عارفاه كويس. المسمى الطبي بتاع كلمة خشونة في الركبة يعني تآكل مستمر في الغضروف بتاع الركبة. أسباب الخشونة الركبة أسباب كتير جدا، في أسباب بتبقى عوامل مساعدة زي الوزن الزيادة. في عوامل يعني الوزن الزيادة طبعا بيسبب إن بتبقى في خشونة في الركبة، أحد الأسباب الرئيسية وعامل مساعد جدا الوزن الزيادة. طبعا بيزيد معاه بقى الاسباب الطبيعيه، الوقفه، طلوع نزول سلم كتير، في حاجات وراثيه طبعا بتؤدي لخشونه الركبه. في اصابات كمان في المفصل، يعني مش كل الاسباب بتبقى وزن بس، في حاجات بتبقى وراثيه وفي حاجات ليها علاقه بالاصابات والناس اللي بيبقى عندها امراض برضه زي الروماتويد والنقرس، دي حاجات مرضيه. يعني اسباب خشونه الركبه في جزء منها مرضي وجزء نتيجه اصابات. يعني رقم واحد لازم الوزن زيادة، الوزن ينزل. من العوامل الأساسية اللي بتزود خشونة الركبة.
يعني يمكن حتى بتبقى بدري عن السن الطبيعي. احنا متوقعين دايما خشونة الركبة في الكتب فوق 35 40 سنة، بنلاقيها في سن صغير، جزء منها كبير عامل أساسي هو الوزن. يعني من سن 45 ل 65 بيبقى ده الطبيعي، الطبيعي ان يبقى فيه نسبة كبيرة منها، القليل انه بيكون أقل من السن دوت. طب أعراضها إيه؟ بص، أعراض خشونة الركبة طبعا بتبدأ من آلام حادة، تورم، عدم حركة بسهولة، يعني تاني ركبة العيان يبقى فيه صعوبة وفردها فيه صعوبة، ما يطلعش وينزل سلم بسهولة، ممكن يبقى فيه ألم حتى وهو مرتاح لو بيعمل مجهود على مدار اليوم. دي الأعراض الأساسية بتاعت خشونة الركبة. في أعراض تانية ولا دي كل الأعراض؟ لما تزيد بقى دي الأساسية، دي الحاجات اللي هي البدايات. أول ما تزيد الخشونة تبدأ بقى يحصل نوع من أنواع كلبشة الركبة، إنه ما يقدرش يتحرك خالص، ممكن رجليه تخونه في المشي، يعني ممكن حد يبقى عنده خشونه بقاله كذا سنه ما بيتعالجش، ركبته تخونه توقعه، وده بيحصل كتير مع يعني السن الكبير، مش واخد باله فبيوصل للمرحله دي ولا واخد باله ومستهتر. بالظبط كده، المفصل العضلات بالمفصل بيبدا يحصل فيه عدم استقرار، والخيانه دي من اكثر الحاجات اللي بتحصل في الخشونه المتقدمه. الخشونه المتقدمه وتبدا يحصل تقويسه كمان، يعني في ناس كتير بتشوف حد سنه كبير يلاقي ركبته مش مظبوطه، في تقويسه في رجليه، ماشي ماشيه مش مظبوطه، دي المراحل المتقدمه من الخشونه. يعني بتاثر وبتخلي في تقوس في الرجل؟ تقوس طبعا مع السن الكبير. طب ازاي يا دكتور بنفرق بين خشونه الركبه وامراض المفاصل الاخرى؟ بص، ازاي نعرف يعني ده خشونه ركبه ولا حاجه في المفاصل؟ بص، الخشونه عامه التشخيص ده من الحاجات الاساسيه في الركبه، لان طبعا في امراض كتير قوي بتبدا بامراض مفاصل وتقلب بعد كده لخشونه في الركبه. التشخيص البدري هو اللي بيفرق العيان. يعني هو الاول اصلا طبعاً بتبدا بالم في المفصل وبعدين بتوصل لخشونه في الركبه؟ بالظبط كده، بدايتها الم، الالم ده يعني في بدايه التهابات في الركبه قبل ما يبدا يحصل التاكل. ده ليها علاج في الاول كده؟ في الاول طبعا ليها علاج بدري، وبتبقى مرحله سهل علاجها كمان، بس للاسف معظم المرضى ما بيوصلوش لينا في العيادات في المرحله البدري. بياخدوا مسكنات من نفسهم؟ معظمهم بيمشي على المسكنات، بيعتبر ان ده وجع طبيعي مع الشغل، سواء بقى حد مهني او حتى يعني ربات المنزل اللي بيقفوا كتير في البيت. طبعا ممكن يقعدوا سنه واثنين وثلاثه ياخدوا مسكنات عبالا ما ياخدوا قرار ان هم يروحوا يكشفوا. دي بتبقى بدا يحصل تاكل في الغضروف بتاع الركبه، بتزيد كل ماده العمليه بتزيد معاه، لان هو تاكل مستمر كل يوم بيحصل جزء من الغضروف بيتاكل. ممكن ما يبقاش يعني ملحوظ للعيان قوي، ممكن وجع اول سنه واثنين ويروح ويجي عليه يبقى كويس شويه ويرجع تاني يتعب، بس التاكل المستمر هو ما بيحسش بيه. الاهمال بيزوده 100%، بيزود. طب يعني وفي الحاله دي ايه اللي يعني ايه طريقه العلاج؟ طبعا هو قبل ما بنبدا في خطوه العلاج لازم الاول نشخص العيان مظبوط، وتشخيص العيان عامه بيعتمد على حاجات معينه، يعني طبعا بنعتمد على الاعراض بتاعه المريض اللي بيشتكي منها، ولازم بعدها على طول احنا بنفحصه ونتاكد ان الاعراض ديت ماشيه مع خشونه الركبه. بنفرق ساعتها دي خشونه ركبه ولا بنبدا ألم مفاصل؟ بنفصل بقى بالفحوصات، بالتشخيص بالفحوصات، بيتعمل فحوصات اشعاعات تحاليل معينه بحيث ان احنا نستبعد ان يكون في امراض تانية هي المسببه للخشونه. طب ممكن نعرف ايه التحاليل والاشعاعات الناس تعرفها؟ حسب طبعا اشهر حاجات بتعمل تاكل في المفاصل عامه ومنهم الركبه، عيان الروماتويد، عيان النقرس، الذئبه، كل ديت امراض مفاصل مشهوره جدا. تمام، لازم بيتعمل، وتحليل طبعا التهاب المفاصل بيتعمل. ده في كمان معلومه مهمه يعني مش كل الناس عارفاها، ان احد اسباب اللي بتزود خشونه هشاشه العظام في السن الكبير. لان العظم نفسه بيبقى ضعيف مش متحمل التقل طبعا العيان. كل لما السن بيكبر والعمر بيتقدم يبدا يعني حتى ضعف العظم نفسه بيزود نسبه الخشونه. طبعا ده بيزود خشونه الركبه، طبعا بيزودها جدا. والاشعاعات طبعا اساسي، لازم اشعه عاديه، يعني طبيا ما ينفعش عيان يقعد اكتر من 30 يوم بيشتكي من ركبته وما يروحش يكشف او يعمل اي فحوصات عليها. طب هو هيقدر يقعد 30 يوم ركبته مش قادر يحركها كتير او بيقعد؟ ما هو بياخد مسكنات، مسكنات ياخد مسكن يريحه يومين، يرجع يتعب ياخد مسكن تاني. طب والمسكنات الكتير دي مش غلط مع مرضى السكر والضغط المسكنات عامه مع السن الكبير بتاذي المعده وبتاذي الكلى جدا. وطبعا ما فيش شك ان هي برضو يعني مش علاج، يعني ممكن نديه في مراحل في الاول كحاجه مضاده للالتهابات، لكن ما ينفعش يعني يمشي على المسكنات على طول، لازم ياخد حاجه يعالج بيها المشكله اللي عنده. طب في يعني اما مثلا
الركبه بدات الناس تشتكي من ركبتها، تبدا بعد قد ايه تكشف؟ يعني ممكن نمشي على المسكن لمده كام يوم مثلا؟ اقصى حاجه بل الاول ممكن يكون ارهاق. طب ممكن طبعا، ممكن تبقى مجهود زياده، ممكن تبقى حاجه بسيطه، لكن لو عدى شهر والوجع مستمر لازم يبدا يكشف. من بدايه من بعد شهر يبدا من شهر يكشف طبعا بعد. لازم يعمل فحوصات على ركبته ويشوف ايه الوضع اللي وصل. يوصل مثلا لدكتور عظام؟ طبعا عظام، طبعا هيكشف عظام عشان يطمن بالاشعاعات او بالكشف. يعمل اشعاعات الاول بره ويجي لحضرتك؟ بص هو ده دايما سؤال العيانين بيسالونا كتير، يعني في ناس بتبقى عايزه تكشف مره واحده وهي جاهزه باشعاعاتها، بس ده مش صح. الصح ان احنا نشوفه الاول قبل ما نعمل اي اشعاع. طب هي تكشف يعني تجيب اشعاعاتها بناء على ايه؟ يعني مين اللي حدد لها الاشاعه؟ بالظبط كده، ما عشان كده بقول لحضرتك ما ينفعش ان هي تعمل اشعه من نفسها، لان ممكن تعمل اشعه احنا ما نحتاجهاش، مش محتاجينها مثلا. وفي ناس من نفسها بتروح تعمل اشعه رنين وهو مش محتاج اشعه رنين خالص، بيعرض ممكن نفسه. يكون مش شخص حاجه، يعني مش هنشخصه حاجه ثانيه خالص، هو بيعرض نفسه الاشعاعات بدون داعي. لا، الاشعه تتعمل بعد ما الدكتور يفحص العيان، الدكتور يشخص وبعدين يقول الاشعه المطلوبه ويطلب الاشعاعات والعيان يعملها. طب اشعاعات ولا اشعاعات وتحاليل، يعني ايه بقى؟ غالبا هتبقى اشعاعات ومعها تحاليل لاستبعاد اي سبب ثاني لاعراض الخشونه. طيب ايه افضل طرق علاج الخشونه؟ بص علاج الخشونه طبعا عشان برضه هي كلمه عامه كبيره، مفيش سبب، مفيش دواء يعالج كل المراحل بتاعه الخشونه. عشان كده في معظم الدول الحديثه كلها او بالتحديد في اوروبا وامريكا هم اكتر ناس حددوا المراحل بتاعه خشونه الركبه عشان كل مرحله يقدروا يعالجوها كويس. فالخشونه عامه بطريقه بسيطه جدا احنا بنقسمها 4 مراحل، في مرحله بتبقى اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، مرحله رابعه. اول مرحله اللي هي تعتبر في بدايه الالتهابات دي سهل جدا ان العيان يقلل من الحاجات اللي بتزود الخشونه، زي الوقفه، زي الوزن الزياده، زي طلوع نزول السلم، الحاجات البسيطه اللي يقدر يظبطها مع ادويه مضاد للالتهابات، مع كمادات ثلج، حاجات بسيطة جدا وتمرينات. دي المرحلة الأولى، دي الأولى، دي علاج المرحلة الأولى. دي ممكن ما يبقاش فيها أدوية لخشونة، بتبقى أدوية مضادات للالتهابات وتمرينات وتعليمات بس يمشي عليها. طيب. المرحلة الثانية بنبدأ نزود حاجة تمنع تآكل الغضروف بتاع الركبة، زي أدوية خشونة طبعا المعتادة اللي ناس كتير بتمشي عليها، اللي هي مادة الجلوكوزامين اللي موجودة في أدوية كتيرة طبعا وأنواع كتير منها، دي بتحاول تحافظ على الغضروف. حضرتك اللي بتكتب العلاج ده طبعا؟ طبعا 100%. في بس يعني مكملات غذائية يمكن العيان بيجيبها من نفسه، لأنها معظمها ما بتبقاش علاجية قوي، ممكن حد مثلا صيدلي يطلعها له من نفسه، ده بيحصل كتير يعني. طب وده امان وطريقه سليمه ولا ملهاش داعي؟ طبعا مفيش امان ان حد ياخد دواء من الصيدلي مباشر ابدا، حتى لو هيكشف مره يعرف عنده ايه وبعد كده يقدر يمشي على العلاج، لان ادويه الخشونه علاج مستمر بيمشي عليه 3 شهور، 6 شهور، سنه، ولو هو عنده مشاكل في اي حاجه في جسمه تانيه ممكن يحصل منها مضاعفات. تمام. فالافضل ان هو طبعا يبدا بالاول التشخيص والكشف. طيب المرحلة الثالثة؟ المرحلة الثالثة هي دي دايما بداية الناس اللي احنا بنشوفهم، يعني في الغالب الأولى والثانية دول مش هنشوفهم غير دول بيعالجوا نفسهم بنفسهم، مش يعني قليل. هو مش صح بس هما يعني هو بالظبط، يمكن دلوقتي في ناس بتتعامل معانا بالتليفونات الفترات الأخيرة علشان كان متخوفين من زيارات المستشفيات والعيادات والكلام ده. تمام. المرحلة الثالثة نبدأ علاجها فعليا لو وصلنا ليها بالحقن الموضعي، وده أفضل حاجة ليها، اللي هي المرحلة المتوسطة. يعني المرحلة الثالثة الحقن الموضعي. والحقن الموضعي بالنسبة لنا الآمن هو الحقن اللي بيتعوض السائل مفصل الركبة. ده دورها إيه بالظبط؟ دي بالظبط الحقن ديت هي عبارة عن مادة زلالية لزجة بتعوض السائل اللي نقص في الركبة مدار السنين اللي العيان بيقف فيها وبيشتغل فيها وبيتحرك فيها. يعني الحقن ده نفس المادة اللي كانت في داخل الركبة. نفس المادة بالظبط كده، هي تعتبر مادة ليها نفس اللزوجة بتاعت الركبة. وطبعا مع التكنولوجيا الحديثه والتطور في الحقن، حقن اللزوجه ديت موجوده في مصر من سنين وموجوده بره برضه من سنين، لكن في تكنولوجيا سريعه جدا كل سنه سنتين بينزل مواد اكتر نفس الماده الفعاله واحده، لكن التكنولوجيا في التصنيع بتاعها دلوقتي بقت احدث، دلوقتي بقى في حاجه عالي اللزوجه ومتوسط اللزوجه، ودي ليها استخدامات في مرحله الخشونه ودي ليها استخدامات. دايما المرحله الثالثه بندي فيها اللي يبني الغضروف، يساعد على بناء الغضروف، وده بيبقى في متوسط اللزوجه مش عالي اللزوجه، وده طبعا بيبقى علاج سنوي للعيان.
يعني ممكن ما نوصلش لمرحله المرحله الرابعه اللي هي تغيير مفصل. ده افضل مرحله تعالجي فيها العيان المرحله الثالثه، انه ما يوصلش لمرحله متقدمه اللي هي زي ما حضرتك بتقولي تغيير مفصل. لازم تغيير مفصل ساعتها. يعني طالما في بديل في المرحله الثالثه نستخدمه ونحقن موضعي افضل من ان احنا نوصل لتغيير مفصل. وللاسف العيانين كتير بيمشوا على ادويه كتيره سنين، وبيصرف برضه يعني بيخش في ارهاق مادي كبير، ده غير المضاعفات اللي بيخش بيها من الادويه، وهو في مرحله اصلا ما تتعالجش بالادويه. يعني هو وصل لمرحله ما ينفعهاش غير حقن اللي هو الموضعي، وقاعد بياخد ادويه ما تنفعوش اصلا. تكاليف الحقن الموضعي كبيره ولا طبعا مقارنه بالتغيير مفصل؟ لا طبعا هي ما تقارنش، ممكن تكون من 10-15% بالكثير قوي من تكلفه التغيير. طيب مفصل. طالما في حاجه تكلفتها اقل ونتائجها افضل، ايه اللي وصلنا للعمليه كبيره وتكاليف اكبر؟ هو للاسف اللي بيوصلنا كده يعني جزء منهم بيعتمد على الدعايه السيئه اللي العيانين بيعملوها لبعض. يعني مش كل المرضى بيتجه للدكتور بيسمع التعليمات وبيمشي مظبوط. في ناس بتاخد بقى راي اصحابها واصدقائها وقرايبها، ودول اكتر ناس بيبعدوهم عن الحقن. اي حد مثلا تي حد يقول لك حقن في ركبه، لا هو مش فاهم او مش عارف. طب ما ده افضل له من تغيير مفصل، دي عمليه كبيره جدا. هو معتمدين، لان زمان كان الناس بتحقن في الركبه كورتيزون، والكورتيزون ده سوء سمعه الحقن بشكل عام. تمام. لما تيجي تكلم عيان انت محتاج حقن حقن في الركبه، يقول لك لا ده بيعمل مشاكل، ده بيعمل، هو مش عارف هو بيحقن ايه، هو واخد الفكره. هم مش فاهمين لسه ان الدنيا اتغيرت وبقى في حقن موضعي وحقن امنه ملهاش مضاعفات وتكنولوجيتها اعلى. حقن الزيت ما بتصنعش غير في امريكا واوروبا واليابان، يعني قاره افريقيا كلها ما فيهاش مصانع ليها. في دول كتير ما تقدرش تصنعها، يعني تصنيعها فيه عالي التكنولوجيا، علشان كده احنا دايما بنلجأ لها لأأمن حاجه. طب ايه المكان يعني بنستوردها؟ احنا بنستوردها هنا من هي إيه؟ موجوده في مصر من سنين، وكل مثلا في شركات كبير بتدخلها. احنا في المركز البريطاني بناخد من وكيل بريطانيا مخصوص بعد تجارب، واحنا رحنا يعني هناك وسافرنا وجربنا. عشان كده مسمينه المركز البريطاني ده سبب التسميه. احنا سمينه لحاجتين مهمين، ان الماتيريال كلها اللي احنا بنستخدمها يو كي بريطاني كلها يو كي. تاني حاجه ان البروتوكول حتى اللي بنتعامل بيه مع عيان الخشونه هو البروتوكول الانجليزي لعلاج الخشونه. وده بروتوكول حديث جدا، يعني احنا حضرنا هناك كذا مؤتمر عشان نعرف افضل حاجه للعيانين بالتحديد اللي هم مش عايزين يوصلوا لمرحله تغيير مفصل، او ممكن يكون وصلوا لبدايتها ومتخوف من اجراء عمليه كبيره زي كده تغيير المفصل. طيب يبقى المركز البريطاني طبعا انتوا كده بتستوردوها امنه و 100% هي كده كده حقن الزيت حتى اللي هي اللي احنا بنستخدمها بالتحديد، غير انها امنه هي غير مؤلمه تماما، يعني الماده بتاعتها مش مؤلمه. يعني المريض وهو بيتحقن ما بيحسش بحرقان، كانه بياخد حقنه عضل عاديه. هي بتتاخد ببنج موضعي تمام، ووضعها بسيط ما فيهاش مشاكل خالص، بتتاخد في وضع معين احنا متدربين عليه كويس ومتعلمينه كويس، وبيشتغل كانه بالظبط. في ناس متخصصه وهي انها تدي الحقن الموضعي؟ طبعا طبعا عند حضرتك في المركز؟ طبعا في تحت عنايتي، وانا بتابع كل الحالات بنفسي وبشوفهم قبلها، ولازم يبقى التشخيص مظبوط طبعا. تمام. طيب كنا عايزين نعرف، هل الحقن الموضعي ده ليه اعراض جانبيه؟ بص حضرتك، الحقن الموضعيه عامه يعني هي اقل حاجه ليها ضرر، لكن حقن الزيت بالتحديد هو اكتر حاجه ملهاش اي مضاعفات طبيه او ولا ما حصلش خالص منها يا دكتور خالص. يعني ما فيش حالات اشتكت بعديها؟ لا. بص، اسوأ الفروض ان العيان ممكن ما يتحسنش، لكن هو يخش في مضاعفات او يتعب لا. يعني ممكن يعني نحقن موضعي وما يتحسنش يضطر يوصل لتغيير مفصل؟ ما هو مفيش شك ان اي حاجه في الدنيا ليها نسبه نجاح، مفيش حاجه في الطب. طب ممكن نعرف نسبه نجاحها قد ايه؟ حقن الزيت في المرحله المتوسطه بتعدي 90%. ده نسبه كبيره جدا. طبعا 100%، لان هو ده المرحله الكلاسيك بتاع الاختيار. الحقن الزيت في الاساس كان ليها تبدا تقل شويه لما نوصل للمرحله بقى الرابعه اللي هي المرحله المتقدمه. طب نسبة النجاح بترتبط بالسن أو بالعمر؟ لا، هي بترتبط أكتر بالعيان نفسه وبالوزن بتاعه وبحركته وبالستايل بتاع الحياة.
يعني عشان ياخدها وتجيب نتيجه عاليه يظبط وزنه لازم الاول، لازم يمشي التعليمات، يمشي التعليمات الاول عشان نقدر النتيجه تبقى كبيره، لانه مش هياخد حقن الزيت ويقف نفسه وقفته ويعمل نفسه مجهود، يبقى ما عملناش حاجه، هنغير مفصل برضه. انت برضه ما انت بتعالجي الاسباب الرئيسيه اللي احنا قلناها في الاول، وبتعالجي سبب اساسي لوصول الخشونه. طب التخدير بيبقى موضعي ولا بنحتاج؟ لا، التخدير كله بيبقى موضعي مكان الحقن بالظبط، ويمكن دي حته صغيره جدا، احنا بنخش في البوابه المفتوحه للركبه، عشان كده العين ما بيحسش بالم، ما بيحسش ان احنا دخلنا في الركبه اصلا. الموضوع بيبقى بياخد اقل من 3 4 5 دقائق بالكثير، يعني المده 3 4 5 دقائق بس، ده حاجه بسيطه قوي. ويقدر يتحرك بعدها طبعا بطبيعه، يقدر بقى يمارس حياته طبيعيه من امتى؟ يمارس طبيعي على طول، يعني هو بيطلع ماشي كانه ما فيش اي حاجه. اقصى حاجه ممكن اول يوم يحتاج بس ان هو ما يعملش فيها مجهود، ومن تاني يوم بيبدا يتحرك يمارس حياته الطبيعيه، ما فيش مشكله يعني، ولا كانه خد حاجه، كانه خد حقن عضل ومشي، ما فيش مشكله فيها. طب دي حاجه اسهل بكتير من تغيير مفصل، لازم الناس تجربها على الاقل وتعرفها. حتى لو هو وصل لمرحله تغيير مفصل، وفي ناس طبعا كتير بيبقى عندها تخوف من التدخل الجراحي وانها عمليه كبيره وفيها خطوره على الحياه، وممكن نفسيا عيان حتى ما يبقاش مستعد ليها، هيبقى الافضل حل ليه هو الحقن برضه. طيب كنا عايزين نعرف من حضرتك، يعني من سن قد ايه ممكن الناس تاخد الحقن الموضعي؟ من سن هل ينفع في السن الصغير؟ بص، هو في السن الصغير بيبقى استخدامه محدود جدا لمعظم الحالات اللي حصل فيها اصابه في الركبه وعمل تدخل جراحي بالمنظار، حصل فيه مشكله في الغضروف وهو سنه صغير، ده لازم يحقن عشان يحافظ على بقيه الغضروف بتاعه، وده اكتر حاجه بنلجأ لها في السن الصغير. طب ممكن حد ما يكونش اشتكى مثلا، مريض ما اشتكاش من خشونه في الركبه، يقدر ياخد الحقن الموضعي دي كوقايه؟ كوقايه بياخدها فوق سن معين، يعني ممكن نديها له فوق ال 50 55 سنه، يعني من سن صغير ما ينفعش. لو وصل للمرحله ديت وهو ما بيتألمش خالص، يعني ما عندوش اي وجع خالص، ياخدها كوقايه، لكن مش قبل 50 سنه. طب الشباب اللي بتمارس الرياضه تحافظ على هو لو قدر يمارس الرياضة على طول بشكل مستمر، ولعبت كورة، لعبت كورة طبعا كده كده هتخش في خشونة بنسبة كبيرة، بس في سن متأخر شوية ما يقدروش ياخدوا الحقن موضعي. لا، يقدر ياخدوا طبعا، بس مش هياخدوا، بس حضرتك قلت من خمس، يعني من 50 سنة، يعني لعبت الكورة دي. لا طبعا هيبقوا صغير، وهو مش هيبقى محتاج لها اولا، عضلاته كويسه. انا بتكلم كوقاية. لا كوقاية لا، مش هياخدها في السن ده كوقاية خالص، لازم ياخدها في سن اكبر شوية، اكبر شويه، اللي هو السن اللي احنا بنبقى متوقعين ان الزيت بدا يقل فيه في الركبه. الزيت اللي ربنا خلقه في المفصل الركبه، في خلايا في المفصل بتصنعه، بتنتجه بشكل يومي، وهو بيستهلك بشكل يومي في حركتنا. الفتره اللي يبدا الانتاج يقل عن الاستهلاك هو ده بدايه الخشونه. يعني انتاج الخلايا للزيت يقل ويبدا الاستهلاك يزيد، خلاص كده انا داخل في مرحله الخشونه. ابدا احس بالالم امتى؟ ده اللي ممكن ياخد وقت اطول. الزيت اللي في الحقنه نفس الزيت، نفس طبيعه اللزوجه بتاعته، نفسه بالظبط كده، فما بيتحقن كان الركبه تبقى طبيعيه، بتبدا تاخد نفس طريقه اللزوجه اللي موجوده فيه، مجرد ان العيان يحافظ على نفسه ويمشي على التعليمات ويعمل تمرينات بسيطه هيبقى كويس جدا. طيب في مرضى يروحوا للدكاتره يقولوا لهم لازم تغيير مفصل، لازم تغيير مفصل، طب هل ده يخليهم ما يجربوش حتى الحقن الموضعي؟ لا طبعا، يعني ما انا يعني ايه، حتى لما ناقشنا الموضوع دوت مع الانجليز في مراحل كتيره، قالوا ان العيان لازم على الاقل ياخد فرصه ولو مره او مرتين بحقن الزيت قبل تغيير مفصل، لانه لو جاب تحسن عليها وحركته بقت افضل مهما كانت الاشعه، لان احنا بناخد قرار تغيير مفصل على الاشعاعات، لكن لو العيان خد حقن زيت وبقى كويس مش محتاج ان هو يعمل تغيير مفصل، لان انا حليت له المشكله اللي هو جاي عشان الالم والحركه. الالم والحركه. ومش طيب. هيخسر حاجه، يعني حتى لو هو خدها وما تحسنش ودخل في عمليه تغيير مفصل، فدي مش هتاخره في حاجه. وفي النهايه يا دكتور بنشكر حضرتك على المعلومات المفيده اللي انت قدمتها لنا، وفي نهايه حلقتنا بنشكر دكتور محمد صبحي على وجوده معانا، انتظرونا في الحلقه القادمه.